بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس مدارسة وحفظ سورتي البقرة وآل عمران، وهما الزهراوان كما جاء بذلك الحديث الذي يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. قال ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث، وفيه أن الملك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فإنك لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وروى البخاري رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن الشيطان، وقيل كفتاه عن جميع الشروف. سورة البقرة مدنية، والضابط في معرفة القرآن المدني والمكي أن ما نزل قبل الهجرة هو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في غير المدينة، فهي سورة مدنية، وهي أول السبع الطوال. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل السبع المثاني هي سورة الفاتحة، كما قد مر في تفسير سورة الفاتحة من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. وقيل هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. وسورة البقرة من سور القرآن التي افتتحت بالأحرف المتقطعة، وفواتح سور القرآن متنوعة ومتعددة، منها مفتتحة بالحمد، ومنها مفتتحة بالنداء العام، ومنها مفتتحة بالنداء الخاص، ومنها مفتتحة بالخبر، ومنها مفتتحة بالقسم، إلى غير ذلك. فهذه السورة مبدوءة بالأحرف المتقطعة ألف لام ميم، وهي أحرف هجاء، أحرف افتتح الله تبارك وتعالى بها كلامه. وقد ذكر بعض أهل العلم مناسبة لورود هذه الأحرف في فواتح بعض السور، وأنها جاءت على وجه التحدي والإعجاز لهؤلاء العرب الذين يتكلمون بهذه الأحرف ولا يؤمنون بهذا القرآن. والله جل وعلا يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهي الأحرف التي تتكلمون بها، وهي أحرف القرآن، وأنتم تعجزون من الإتيان بمثله. واستدلوا لهذا بالاستقراء، فغالب السور المفتتحة بالأحرف المتقطعة الآية التي بعد الأحرف المتقطعة في شأن القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الآيات. المهم أن معظم أو غالب هذه الآيات التي جاءت بعد الأحرف المتقطعة في شأن القرآن. فاتحة سورة البقرة مما مرت قراءته من الآيات تتكلم عن ثلاث طوائف من الناس،
الطائفة الأولى أهل الإيمان، وقد جاء الكلام عنهم من أول السورة وحتى الآية الخامسة عند قوله تعالى وأولئك هم المفلحون. والطائفة الثانية الكافرون، وقد جاء الكلام عنهم في الآية السادسة والسابعة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى قوله تعالى ولهم عذاب عظيم. الطائفة الثالثة المنافقون، وقد بدأ الكلام عنهم من قوله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه 13 آية في شأن المنافقين، وآيتان في شأن الكافرين، وخمس آيات في شأن المؤمنين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي نفس السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن هدى للناس أم أنه هدى للمتقين؟ الجواب هو هدى للناس وهدى للمتقين، فهو هدى للناس باعتبار دلالته على الحق وإرشاده إليه، وهو هدى للمتقين باعتبار ما يوفق الله جل وعلا به أهل التقوى من الانتفاع من هذا القرآن والعمل به، فهو هدى للمتقين، هم الذين ينتفعون بهذا القرآن، وهم الذين يخشعون عند سماعه ويتدبرون معانيه ليعملوا بها. قال الحسن رحمه الله تعالى إن من كان قبلكم أخذوا هذا القرآن على أنه رسائل من ربهم فتفقدوها بالليل وعملوا بها في النهار. ثم ذكر الله جل وعلا صفات المتقين التي نالوا بسببها الفلاح، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم شهد لهم بالهداية، وأولئك هم المفلحون شهد لهم بالفلاح الذي هو الفوز والسعادة. يؤمنون بالغيب، قيل يؤمنون بالغيب يصدقون بالغيب بكل ما جاء من الأخبار عن الله عز وجل، عن الملائكة، عن الجنة والنار وغير ذلك مما جاءت به الأخبار. وقيل يؤمنون بالغيب، يؤمنون أي يخشون ربهم بالغيب. قال الإمام ابن جرير رحمه الله والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا. ومعنى كلامه رحمه الله أن قوله عز وجل يؤمنون بالغيب يتضمن التصديق والخشية. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو التصديق بالقول والعمل. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جمعوا بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، فأقاموا الصلاة على ما أمرهم الله تبارك وتعالى من تمام أركانها والخشوع فيها، وأنفقوا مما رزقهم الله جل وعلا فأحسنوا إلى خلق الله، كما قال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك الكتب المتقدمة وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بلقاء الله جل وعلا، يوقنون بالجنة وبالنار وبكل ما وعد الله تبارك وتعالى به في اليوم الآخر، وأن الله يبعث من في القبور. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما الطائفة الثانية وهم الكافرون، فإن الآيات التي جاءت في شأنهم تتكلم عن جنس من الكافرين، وهم المعاندون الذين كتب الله عليهم الشقاء وحقت عليهم الضلالة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكلام عن هذا الجنس المعين، أما غيرهم من الكفار من غير أهل العناد والإعراض عن الحق بعد معرفته، فهؤلاء قد يؤمنوا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. فهذا جنس من الكفار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فأغلق عنهم جميع منافذ الخير بسبب ما كسبته أيديهم، ما ظلمهم الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما هي العقوبة؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن قلوبهم في أكنة. الأكنة جمع كنانة، ما يوضع فيه أو تضع فيه الأسهم. وهنا قال: ختم الله على قلوبهم، والختم هو الطبع. قال مجاهد رحمه الله: الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع هو الختم. قال: والران أيسر من الطبع. كلا بران على قلوبهم هو أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله، أعاذنا الله من ذلك. إذن هذه عقوبات تقع على القلب والحواس بسبب كسب الإنسان وبسبب إعراضه عن الحق. وفي الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات وإلا ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم. فهذه عقوبة أعاذنا الله جل وعلا من حال أهلها. قال السدي رحمه الله، وهو أيضا ذكره الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال: الختم يكون على القلب والسمع، وأما الغشاوة وهي الغطاء فتكون على البصر. الختم الطبع يكون على القلب والسمع، الغشاوة الغطاء، وتكون على البصر. لذلك يحسن للقارئ إذا قرأ هذه الآيات أن يقف، إذا قرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فيقف، ثم يستأنف فيقرأ: وعلى أبصارهم غشاوة. وأما الطائفة الثالثة وهم المنافقون، وهم من أظهروا في هذه الآيات، من أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه خارج عن الملة. ولكن النفاق على بوجه العموم كما عرفه الحافظ ابن كثير هو إظهار الخير وإسرار الشر،
فيدخل فيه ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة كالنفاق العملي. فإظهار الخير وإسرار الشر هو النفاق. والنفاق لم يظهر في أول الإسلام عندما كان أهله قلة ومستضعفون، لم يكن أحد من الناس يحتاج أن يظهر الإيمان، لكن عندما قويت شوكة المسلمين أظهر البعض النفاق، أظهر النفاق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر شأن عبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من الخزرج، قال رحمه الله: وقد وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لم يكن أحد منهم يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله وفي الدار الآخرة، أو رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. وذكر شيء من أوصاف، أو ذكر بعض أوصاف المنافقين وهي كثيرة، وقد وردت في بعض سور القرآن الكريم، وهذه بعض منها: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض وهو الشك، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، قيل شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، يعني كقوله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، وقيل: وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وختم ما جاء في صفات المنافقين بضرب مثلين، إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عن هذين المثلين في مجلس لاحق إذا مد الله في الآجال. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.